حقيقي والله بلدنا مصر جميلة جدا جدا وروعة، ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة يا رب دايما في أحسن حال إن شاء الله. تعالوا بقى مع بعض كده نبدأ يومنا ونطمن على حالة الطقس، ومعنا على الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير على حضرتك. تحياتي لحضرتك يا دكتور. الله يعزك يا فندم. طمني يا فندم، أخبار الطقس إيه النهاردة؟ إحنا جايين الشغل لقينا في حالة كده من الغيوم، ولكن الجو مش بارد قوي، فطمنينا أخباره إن شاء الله. بالفعل إحنا لسه اليوم مكملين إن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام بحوالي 3 لـ4 درجات، لأن العظمى على القاهرة الكبرى متوقع إن هي تسجل اليوم 23 درجة مئوية خلال فترة النهار. تمام. قبل مصادر الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مع وجود كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات شطوع أشعة الشمس، وإحساسنا بالدفء فترة النهار. فاليوم لسه مكملين في ارتفاع درجات الحرارة، وإحساسنا بالطقس الدافي خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد طبعا خلال فترة النهار. لكن متوقع أول ما اشعه الشمس تغيب يبدا من الساعه 5 تحديدا يا دكتور، مش عايز اقول لحضرتك امبارح الصقيع الصقيع الساعه 5 امبارح، مش عايز اقول لحضرتك كان الجو عامل ازاي. دايما الشمس هي مصدر التدفئه خلال فتره النهار، اول ما اشعه الشمس بتغيب بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره. صحيح. يبدا يكون كمان ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، نقدر نقول ان هي اجواء من بارده لشديده البروده بالفعل خلال فترات الليل، عشان دايما بنقول ما ننخدعش في الدفء فتره النهار ونغير نوعيه الملابس، لان دايما تغيير نوعيه الملابس في الوقت ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، لان زي ما بنقول زي ما حضرتك ذكرت اول ما شاهد الشمس تغيب من الساعه 5 6 المغرب نبدا نحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء الشتويه. صحيح. كمان اليوم كان في شبونه مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكنها تلاشت مع سطوع اشعه الشمس. متوقع غدا يبدا درجات الحراره تدريجيا تنخفض، لكن هيكون فيها انخفاض طفيف في درجات الحراره، يعني غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى 21 درجه مئويه، لكن المناطق الساحليه اللي هو اللي هيكون فيها انخفاض في درجات الحراره، تبدا تتاثر بمصادر كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. فغدا ان شاء الله لسه مكملين في ان درجات الحراره اعلى من المعدلات والاستقرار في الاحوال الجويه، لكن هتبدا فرص الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ويكون في فرص لسقوط الامطار. ده من امتى يا دكتور؟ ده هيكون من غدا الاثنين ان شاء الله على سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض المناطق من خليج العقبه. لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره على كافه المحافظات هيبدا باليوم الثلاثاء القادم، مصادر الكتل الهوائيه تختلف تماما على كافه المناطق، هنصبح متاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فهنبدا نشعر من يوم الثلاث بالانخفاض في درجات الحراره، هتنخفض بحوالي 3 لـ4 درجات، هتعود للمعدلات وتكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين 18 و19 درجه مئويه خلال فتره النهار. فاحنا اعتبارا من يوم الثلاث هنبدا ثاني نعود بقى للاجواء الشتويه وانخفاض درجات الحراره، لان كمان هيكون في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه هيخلينا نحس بمزيد من الاحساس ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، فهيكون في انخفاض في درجات الحراره وكمان نشاط للرياح. كمان هيكون في فرص امطار بشكل كبير على السواحل الشماليه كلها، المحافظات المطله على البحر المتوسط امطار متوسطه، ممكن كمان تكون امطار رعديه على المطروح والاسكندريه شمال الوجه البحري. فاحنا ان شاء الله الاجواء الشتويه هنبدا نحسها من يوم الثلاث وهتكمل معانا لنهايه الاسبوع باذن الله. الامطار اللي احنا بنشهدها ان شاء الله بدءا من غدا على بعض مناطق في محافظات الجمهوريه، هل ستشهد القاهره برضه هذه الامطار يا دكتور منار؟ لا، هي غدا ان شاء الله فرص الامطار على القاهره الكبرى ضعيفه جدا، هتنحصر فقط في السواحل الشماليه الغربيه. لكن مع يوم الثلاث وتحديدا كمان مع يوم الاربع ممكن الامطار تمتد خفيفه لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكنها كلها تبقى فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما. النصيب الاكبر من الامطار هيبقى في المحافظات المطله على البحر المتوسط. حركه الرياح اخبارها ايه يا فندم؟ طبعا هيكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 35 لـ45 كيلومتر على الساعة، فهيكون في نشاط رياح قوي، ده هيؤدي أول حاجة لاضطراب حركة ملاحة بحرية في البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج هيتجاوز 2.5 متر، بالإضافة كمان نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية يخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة، يعني 18 أو 19 أحس بيها لو تكن يعني ممكن توصل ل 16 أو 17 درجة مئوية، فنشاط الرياح هيخلينا نحس كمان بانخفاض درجات الحرارة، بس ده كله هيكون من يوم الثلاث.
غدا ان شاء الله هيكون في اعتدال في سرعات الرياح، ما فيش اي نشاط رياح في منطقه من مناطق الجمهوريه غير السواحل الغربيه، لانها تبدا هي اللي تشهد انخفاض في درجات الحراره. نصائح حضرتك الرائعه اللي دايما بتقدمها لنا يا دكتور في كل حاله، وخاصه للناس اللي هي بتخفف ملابسها في فتره الظهيره مع الارتفاع الطفيف في درجات الحراره، تحبي تقولي لهم ايه يا فندم؟ يعني النصيحه المهمه اللي احنا دايما بنقولها، ارتفاعات درجات الحراره فتره النهار دي ارتفاعات مؤقته، بلاش نخفف في الملابس، لان فترات الليل هنحس بانخفاض درجات الحراره، كمان مع منتصف الاسبوع هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، فمهم جدا نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه. فتره النهار فترات الليل تكون ملابس شتويه ثقيله، خاصه في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر. مهم كمان لازم نتابع النشرات الجويه، لان احنا داخلين على فتره تقلبات جويه وتاثرنا بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، مهم قبل ما نخرج من البيت نتابع الحاله الجويه. مهم كمان ان احنا نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، الاشجار، المباني المتهالكه اثناء سقوط الامطار، او حتى كمان نشاط الرياح اللي هنشهده يوم الثلاثاء القادم باذن الله. يوم الجمعه والويك اند بشكل عام برضه هيشهد الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره بتاع يوم الاربعاء والخميس يا دكتور؟ بالفعل احنا مكملين لنهايه الاسبوع في انخفاض درجات الحراره، احنا نعتبر هنكون في المعدلات الطبيعيه، يعني العظمى على القاهره الكبرى هتكون خلال فتره النهار ما بين ال 18 لل 17 درجه مئويه، فتره النهار فترات الليل ما بين ال 10 وال 9 درجات، فاحنا هيكون في انخفاض، لكن دي الاجواء الشتويه اللي احنا دايما هنعتاد عليها بقى في شهر فبراير، احنا بقى لنا كتير بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره، فهنبدا نعود للاجواء الشتويه وانخفاض درجات الحراره. بشكر حضرتك جدا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه الحقيقه على هذا التقرير المفصل الخاص بدرجات الحراره، واللي اكدت لنا النهارده يعني هيكون اخر يوم في الارتفاع الملحوظ اللي بتشهده بعض الاوقات وتحديدا فتره الظهيره من اليوم، وهتبدا من غدا الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره كما تشهد يوم الاثنين والثلاث بعض المناطق وتحديدا المناطق الشماليه او شمال البلاد الامطار الخفيفه. اما بقى من الثلاث كل محافظات الجمهورية تشهد الانخفاض في درجات الحرارة بمعدلاتها الطبيعية، وزي ما ذكرت 18 درجة مئوية. ونصيحة إلى أهم، يا ريت كلنا يعني ما ننخدعش بارتفاع درجات الحرارة في فترات الظهيرة. عايز أقول لحضراتكم امبارح الساعة 2 الظهر كان الجو حر للغاية، ويمكن الناس اللي شعرت بيه اللي كانت راكنة عربيتها في الشمس فكرتنا بالأجواء الصيفية، ولكن تيجي تقارن كده على الساعة 4:30 5 مع بداية يعني غياب الشمس بتلاقي درجات الحرارة اختلفت تماما. يعني امبارح كنت في أحد الأماكن المكشوفة الساعة 5 مساء كان صقيع بمعنى الكلمة، وهواء كان تلجي جدا جدا جدا. فياريت ناخد بالنا من التقلبات الجوية والاختلافات في درجات الحرارة اللي بنشهدها هذه التوقيتات، لا قدر الله، عشان لا نصاب بأي مشاكل في الجهاز التنفسي تحديدا.